موضوعنا اليوم عن وقفة محلية هدفها إبراز تلاحم الشعب السعودي كالعادة مع قيادته في مواجهة أزمة كورونا، وتسليط الضوء للعالم عن التجربة السعودية الرائدة في حل الأزمات وحماية المواطن والمقيم والمخالف على حد سواء. وهذه الوقفة أحد مبادرات مؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة دينا بنت سعود آل سعود، وأكيد يسعدنا أن تنضم معنا للحديث أكثر عن هذه الوقفة. مساك الله بالخير سمو الأميرة. أهلا وسهلا. في البداية أهلا فيك. الله يطول عمرك. في البداية لو تحدثينا عن فكرة مبادرة أنتم تاج رؤوسنا والهدف من هالمبادرة. المبادرة أنتم تاج رؤوسنا هي رسالة للعالم أجمع، يعبر من خلالها لكل شخص وطأ قدماه في المملكة العربية السعودية على مدى الشكر والعرفان. الهدف منها توجيه الشكر لولاة أمرنا ورعاهم الله وحفظهم للمجهودات المقدمة من جميع الوزارات الحكومية، بالإضافة لشكر خاص للجنودنا في الحد الجنوبي. هذه هي المبادرة حقتنا، الهدف. سمو الأميرة، حدثينا عن التعاون مع وزارة الصحة ومحتوى المبادرة التوعوي. والله وزارة الصحة مشكورة في المقام الأول على مجهوداتها المقدمة أثناء جائحة كورونا، بالإضافة إلى كل فرد من وزارة الصحة بتعاونهم يمدوننا بجميع الفيديوهات الخاصة بالإجراءات الاحترازية والفيديوهات التوعوية. ولله الحمد المملكة العربية السعودية كانت وما زالت رائدة على مستوى العالم في اتخاذ إجراءات وقائية طبعا حازمة لحماية كل من يقيم على هذه الأرض، سواء من مواطنين أو من مقيمين أو حتى من مخالفين، وكان شعارها الإنسان أولا. ولله الحمد إحنا سبقنا دول كثير، يمكن كانت هذه الدول تدعي أنها دول عظمى وأنها دول مسيطرة، ولكن الحمد لله المواقف والمواقف الصعبة هي التي تحدد من هي الدولة العظمى. إحنا اليوم دورنا مجتمع، كل من يقيم على هذه الأرض سواء مواطنين مقيمين أو حتى مخالفين، إيش المفروض إننا نسويه للعالم؟ إحنا المفروض نسوي للعالم، هدفنا إن نكون نبرز أشياء لبلدنا إيش عملتها. هدفنا تاج رؤوسنا عشان نقول للعالم بلدنا وحكومتنا إيش عملوا جهود جبارة لتأمين صحة المواطن والمقيم والمخالف نفس الوقت، والحفاظ على سلامة طبع المبتعثين خارج المملكة وداخلها. نعم صح. نعم، يعني يمكن صح. المملكة كانت يعني من أوائل الدول في العالم اللي حتى برعاياها خارج المملكة كانت يعني أثبتت وجودها للعالم، لأن هذا الشيء احنا عارفينه وهذا الشيء احنا يعني متأكدين منه سمو الأميرة. لكن كمان نعرف عن صنع أكبر كمامة في العالم، وصراحة يعني كان الخبر جميل وغريب في نفس الوقت، فليش اخترتم الكمامة وإيش ترمز له وإيش الرسالة اللي حابين توصلونها في صنع أكبر كمامة؟ الكمامة لأنها هي صارت حياتنا الأساسية. نعم. الكمامة، المعقم، وهم رمز للحفاظ على سلامة الوقاية من أي أمراض، فصارت أساسية في حياتنا عشان كذا بنعملها. جميل. سمو الأميرة، أنتم ناوي تدخلون موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعمل أكبر عبوة معقم للأيدي، كلمين عن هذا الحدث. راح نسجل أول شيء أكبر لوحة شكر بشرية، بالإضافة إلى أكبر كمامة ومعقم في موسوعة جينيس لترك بصمة للمبادرة. نبي نعمل بصمة للمبادرة بطريقة الجينيس. طيب ومتى راح تبداوا يعني في تصميم الكمامه؟ متى راح نشوفها ان شاء الله؟ ان شاء الله احنا بس مستنين، علشان تعرفين وقفنا مده، كنا المفروض نعملها من زمان، فجاء توقيف مؤقت علشان تعرف ارتفاع شوي الاصابات، فالحين بنعملها ان شاء الله، وتكونوا انتم ان شاء الله مع الحدث. اكيد احنا متابعين معاكم، وجدا نفتخر اننا نكون جزء من هذا الحدث ايضا. ولكن حتكون في اي مدينه؟ في جده.
في جدة بإذن الله. أخيرا سمو الأميرة، يعني أبغى أسألك كيف تقرأي وعي المجتمع السعودي بأنه يكون ينفذ توجيهات الدولة بداية من العام الماضي لو نتذكر، من الإجراءات الاحترازية والقرارات الحازمة اللي اتخذتها الدولة، إحنا دورنا كان فيها كيف؟ كيف تشوفي إحنا كنا متعاونين ومتماسكين مع بلدنا؟ وأيضا اليوم كمان وقت ما صارت فيه اللقاحات وأنه إقبال المجتمع السعودي على أخذ اللقاحات. والله تقييد جميع الفئات والتزاماتها بالتوجيهات هذا دليل دعمهم وعيهم وأدراكهم، لأن هذه الإجراءات هي اللي توصلنا لبر الأمان، صح. وأن التطعيم فعلا هو يكون جزء من هذا البر الأمان بإذن الله. سمو الأميرة، سمو الأميرة شاكرين لتواجدك معنا وموفقين يا رب. مشاهدينا مكملين معاكم فقراتنا، ولكن بعد هذا الفاصل. We'll be right back.